بعد ما الناس كلها كانت بتتكلم ليفربول هيجيب مين، ارسنال هيجيب مين، امبابي هيروح ريال مدريد ولا لا، برشلونة هتحل ازمتها ازاي، وكل الانظار كانت على الميركاتو الاوروبي ومين هيروح فين من اوروبا، وفجأة نمنا وصحينا الانظار كلها اتجهت نحو السعودية، وكل يوم والتاني الناس بتتكلم مين اللاعب الجديد اللي هينضم للدوري السعودي. ناس كتيرة بتتكلم الدوري السعودي هل هو هيكون مشروع حقيقي ولا هيكون زي الصين من سنتين ثلاثة لما جابوا بعض لاعبين كبار وبعد كده المشروع فشل، او الدوري الامريكي اللي كان بيحاول يستقطب لاعبين كبار برضو امثال جيرارد وهنري ودروجبا وبريموفيتش، وفي نفس الوقت برضو محدش كان بيتابع الدوري الامريكي واندثر وفشلت مشروعه. هل الدوري السعودي مشروع حقيقي هينافس على الدوريات الخمسة الكبرى السنين اللي جاية، ولا هيكون زي المشروع الصيني والمشروع الامريكي وسنة واتنين وكل الهوجة وكل الانظار اللي حوالين السعودية هتندثر واللاعبين دي هترجع لاوروبا من تاني وكل حاجة هترجع زي ما هي؟ ده جايين نتكلم عليه في حلقة النهاردة، وهنتكلم عن المشروع السعودي والفرق بين المشروع السعودي وما بين المشروع الصيني والامريكي، هنتكلم في كل حاجة عن المشروع السعودي في حلقة النهاردة. فمنخش في اي حاجة، انزل اعمل لايك لو مرة شفتني، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقة تجيلك اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من حلقات القهوه، وحلقه النهارده هنتكلم عن المشروع السعودي وهل هو مشروع فعلا والناس تبتدي تحط الانظار عليه وتتابع الدوري السعودي وتشجع فرق في الدوري السعودي ونحط عينينا شويه على الدوري السعودي، ولا الدوري السعودي هيبقى زي الدوري الصيني والامريكي. وانا هكلمك دلوقتي في الفرق ما بين الدوري السعودي او المشروع السعودي والمشروع الصيني والامريكي. خلينا نبدا لك بالمشروع الصيني. المشروع الصيني بدا من 2010 لما راحوا جابوا كانافارو نجم العالم وقتها، وبعدها راحوا جابوا ديدييه دروجبا افضل لاعب في افريقيا، وقال لك خلاص احنا بدنا مشروع ونحاول نخلي الناس تحط عينيها على الدوري الصيني، ولكن دون ما نجحش. ليه؟ لان بعد ما جابوا دروجبا وبعد ما جابوا كانافارو المشروع فشل فشل ذريع، ومحدش كان بيتابع الدوري الصيني، بل كمان ان الناس اصلا المواطنين الصينيين ما كانوش بيتابعوا الدوري الصيني، كانوا بيتابعوا رياضات اخرى، لان الدوري مثلا او الصين عامه هي من اكبر دول العالم كمواطنين. وبالنسبه للرياضات ان في احصائيات 200 مليون صيني و14 مليون صيني بالذات بيتابعوا كرة القدم، بس من ال14 مليون صيني ده فيهم 2 مليون صيني مهتمين ومتعصبين للعبة، فبالتالي في ال2 مليون دول مش هينجحوا مشروع بحجم اللي انت كنت عايز تعمله. وبعد سنين وسنين رحت جبت برضو بعض اللاعبين، لكن بعض اللاعبين كانوا كبار في السن زي تيفيز مثلا او هالك او اوسكار من تشيلسي. اللاعبين دول قال لك اه احنا رايحين رحنا الصين علشان نعمل فلوس ونريح. تيفيز طلع قال لك انا باخد هديا، كانت بالنسبه لي اجازه مدفوعه الاجر لما راح الصين وما كانش بيلعب تقريبا كتير، وكان بياخد فلوس كتيره وفلوس مهوله من الصين. فبالتالي الشعب الصيني نفسه مش مهتم بكره القدم، فالمشروع ما نجحش والناس ابتدت تمشي تاني من الدوري الصيني، واللعيبه الشباب حتى اللي راحت الصين بعد سنه ولا بعد سنتين رجع تاني لاوروبا زي اكزل فيتسل وكراسك. طب المشروع الامريكي، المشروع الامريكي كان برضو بيدور على نفس الفكره ان احنا نجذب الناس للكوره، ان احنا نجيب لاعبين كبار امثال تيري هنري، بيكام، لامبارد، جيرارد، كاكا، ابراهيموفيتش، لاعبين كتير جدا كانوا كبار اسميا راحوا للدوري الامريكي، ولكن برضو ما نجحش الدوري الامريكي. ليه؟ لان كرة القدم اصلا في امريكا بتيجي في المرتبة السادسة، تيجي في المرتبة السادسة من حيث اهتمام الشعب الامريكي بهذه اللعبة. الشعب الامريكي بيهتم بالان بي اي، كرة السلة، كرة الرجبي، مش مهتمين بكرة القدم، بيهتموا بلعب اخرى، باشياء اخرى، مش كرة القدم. فبالتالي برضو الدوري الامريكي ومشروع الدوري الامريكي فشل زي ما فشل الدوري الصيني، لان الشعب اصلا مش مهتم باللعبة. ولكن الدوري السعودي مختلف. ليه؟ لان الشعب السعودي ذات نفسه مهتم ومتعصب باللعبة. الدوري السعودي بيخش له في المباراة الواحدة فوق 60,000 متفرج. بعد قدوم كريستيانو رونالدو السنة اللي فاتت الناس ابتدت تنجذب اكتر للدوري، ناس بتجيلك من اوروبا عشان تتفرج على كريستيانو رونالدو، بعد ما الناس كانت نوعا ما مستصعبة انها تروح ايطاليا او تروح انجلترا او تروح اسبانيا عشان تتفرج على رونالدو. لا، رونالدو بقى جنبنا في السعودية طيارة واحدة من دبي، من البحرين، من مصر، من الكويت، من اي حتة نروح نتفرج
على رونالدو ونرجع تاني. فبالتالي رونالدو اول ما جه الدوري السعودي دي كانت بدايه المشروع الحقيقيه، لان بعد ما الدوري السعودي او المنظومه السعوديه بصت لرونالدو وبصت للي عمله بعد ما جه النصر قررت انها تعمل مشروع كبير ومشروع موسع. فالقرار اللي اتاخد ان الصندوق الاستثماري السعودي بيشتري الاربع فرق الكبار في السعوديه، اتحاد جده، الهلال السعودي، النصر السعودي، واهلي جده، علشان يجيبوا لاعبين للاربع فرق دول ويعلوا بمنافسه الدوري. فبعد ما اشتروا الاربع لاعبين حطوا قائمه من اللاعبين ان هم يستقطبوهم للفرق دي في الدوري. فرونالدو في النصر جه معاه بروزوفيتش وسيكو فوفانا غير ساديو ماني، وكمان في صفقات سواء على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم لسه فيها مفاوضات. والهلال السعودي بعد ما كان موعود ان هو يجي ليونيل ميسي والصفقه فشلت، راحوا جابوا ثلاث لاعبين او اربع لاعبين لحد دلوقتي، كولوبالي من تشيلسي، روبن نيفيز من وولفرهامبتون، ميلكوفيتش سافيتش من لاتسيو، ومالكوم من زينت، ولسه في اخبار عن كمان ميتروفيتش مهاجم فولهام. اتحاد جده الفريق اللي كسب بالدوري السنه اللي فاتت ودخل على كاس عالم الانديه وداخل على دوري ابطال اسيا جاب صفقات تقيله جدا جدا جدا. بدايتها كان كريم بنزيما المهاجم افضل لاعب في العالم، نجولو كانتي، فابينيو، جوتا كان جناح سلتك ولاعب واعد جدا برتغالي واعد جدا، ولسه في اخبار عن مدافع وعن وينج يمين. واهلي جده رد على الصفقات دي بصفقات برضو تقيله، اولها كانت مندي في حراسه المرمى مرورا بفيرمينو ورياض محرز والان سام ماكسيمان. طب هتقول لي ان الدوري السعودي راح جاب لعيبه بتشطب ولعيبه بتخلص كره، احب اقول لك لا تماما، لان خليد كوليبالي في الهلال كانت فرق اوروبا كلها يلعب في اكبر فرق اوروبا مستريح جدا. عندك روبن نيفيز عنده 26 سنه كان مطلوب من كل فرق اوروبا، ميلنكوفيتش سافيتش اللي كل سنه اسمه بيرتبط بمانشستر يونايتد، مالكوم اللي كان موجود في برشلونه وكان رايح روما ودلوقتي كان بيلعب في زينت وكان عادي جدا يرجع للاضواء الاوروبيه من تاني، ولكن فضل السعوديه لان مشروع السعوديه كان مغري جدا سواء ماديا او جماهيريا. كريم بنزيما بقول لك افضل لاعب في العالم راح الدوري السعودي ولسه بيدي، ولسه في البطوله العربيه مساهم في اربع اهداف في ثلاث مباريات وعامل شغل كويس جدا 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 مع الاتحاد لحد دلوقتي. حتى ساديو ماني وفيرمينيو ورياض محرز وميندي والوسا ماكسيما كل دول لاعبين لسه يقدروا يدوا ثلاث ولا اربع ولا خمس سنين كمان في كره القدم. فبالتالي انا من وجهه نظري شايف ان الدوري السعودي مش رايح يجيب لعيبه كبيره في السن ويعمل اسماء ويعمل شو وغير كده وبس، هو جايب بعض اللاعبين اسم كبير يعمل شو بيها ويعمل ماركتنج لنفسه ويسوق الدوري ويسوق الكوره السعوديه وبالتالي يجذب انظار اللاعبين او انظار الجماهير كمان، زي ما راح جاب رونالدو وراح جاب بنزيما، صفقتين هيفيدوا فنيا بشكل كبير وفي نفس الوقت هيفيدوا تسويقيا سواء على مستوى الرعاه، على مستوى البث التلفزيوني، على مستوى الجماهيري وعلى مستوى السياحه. فبالتالي راح جاب لاعبين كبار اسميا يسوقوا للدوري وفي نفس الوقت يفيدوا الفرق اللي معاهم، وبرده جاب لاعبين صغار في السن يفيدوا الفرق زي جوتا في الاتحاد او روبن نيفيز في الهلال. ولسه في اسماء تانية كتيره جايه الدوري السعودي الايام اللي جايه، وكل يوم بنسمع اسم جديد وكل يوم بنسمع عروض جديده لكل فرق اوروبا، وده زعل الناس في اوروبا سواء في اليويفا ورئيس الاتحاد الاوروبي او حتى الناس في الدوري الانجليزي جاري نافيل وجيمي جارجر. طلعوا كلهم اعترضوا على الدوري السعودي وهجموا بشده الدوري السعودي وقالوا لك ان الدوري السعودي بيبوظ الكوره والدوري السعودي هيبوظ كره القدم ولازم من الفيفا توقف الاتحاد السعودي يعني للكره السعوديه وان هي توقف الانتقالات للدوري السعودي لان هي كده هتبوظ كره القدم. طب عندي السؤال الاهم، ليه ما قالوش كده على امريكا او ما قالوش كده على الصين في ظل لما دخلوا خدوا بعض اللاعبين الشباب في كره القدم امثال اوسكار وكاراسكو واكزل فيتسل، وفي الدوري الامريكي راحوا جابوا بريموفيتش وبيكهام وتيرنري ولامبارد وكاكا وجيرارد، كل دول جابوهم وبرده ما كانش فيه اي اعتراضات من اي حته في العالم. ولكن من اوروبا عندها نفسنا شويه من الشرق الاوسط ومن الكره العربيه من ايام كاس العالم في قطر ومرورا دلوقتي بالسعوديه بعد ما جابوا بعض الانتقالات. واللي بيثبت مشروع السعوديه واللي بيثبت نجاح المشروع السعودي واحد زي هندرسون كان رئيس الحركه تقريبا ان هو بيدافع عن الالوان في كاس العالم اللي فات في قطر، وقعد يقول لك انا الان ان انا اجيب عيلتي وان انا برفض اجيب عيلتي لقطر وان انا مش هعيش مع عيلتي في قطر في بلد ما فيهاش حريه وبلد ما تديش حقوق الانسان، وكان بيدافع باستماته مع انجلترا وفي انجلترا، ولما جاله عرض مغري شويه ماديا من الاتفاق السعودي قرر يسيب كل حاجه ويروح السعوديه ويسكن في الشرق الاوسط ويجيب اهله للشرق الاوسط، وكان بياكل عيش في انجلترا وجاب له كلمتين علشان يحل القرش اللي بيجوله من انجلترا. نفس الكلام على جيرارد، الاول ما جاله عرض من الاتفاق السعودي راح برده على طول وبيدرب في السعوديه. فبالتالي انا شايف ان الدوري السعودي مش جايب اللاعبين دول علشان يسوى للدوري او يسوى للبلد او اللي هو جايب لاعبين يعمل بيهم كام كده لقطه وبعد كده يرجعوا تاني لاوروبا، لا انا شايف الدوري السعودي فعلا 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 بيعلى مستوى الدوري وبيعلى مستوى اللاعبين وبيعلى مستوى المحترفين، وحتى المحترفين الكتير اللي جم باسم كبير في الدوري السعودي
السعودي هيعلو من شأن اللاعب السعودي نفسه، وممكن نشوف مواهب كتيرة جدا بتطلع الأيام اللي جاية والدوري السعودي يبقى أقوى سواء بالمحليين أو حتى بالمحترفين. فبالتالي أنا من وجهة نظري مش شايف إن الدوري السعودي هيبقى زي الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي اللي هو سنة وسنتين الهوجة دي هتخلص وإن المشروع ده هيفشل وكل دول هيرجعوا تاني لبلادهم أو يرجعوا للدوريات الأوروبية والمشروع هيفشل فشل ذريع. لا، أنا مش شايف كده تماما. أنا شايف إن الدوري السعودي هيعلى جدا سواء على مستوى التسويق أو مستوى الجماهير أو مستوى اللاعبين أو مستوى المنافسة، وهيخلي العالم كله يتفرج على الدوري السعودي مش بس المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، وبالتبعية هيجذب ناس كتير جدا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا سواء من اللاعبين أو من الجماهير إن هم يروحوا للدوري السعودي ويتفرجوا هناك على المباريات ويحضروا المباريات. وبرضه المخاوف الأوروبية كبيرة جدا 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 ان الدوري السعودي جاهز جدا دلوقتي ان هو ياخد اللاعبين الافارقة واللاعبين اللي من امريكا اللاتينية في سن صغير جدا يدموهم للدوري السعودي، وبالتالي اللعيبة دي جودتها هتقل في اوروبا، فبالتالي الدوريات الاوروبية هتقل جودتها من حيث المحترفين اللاتينيين والافريقيين، وممكن اللعيبة اللاتينيين والافريقيين يفضلوا الشرق الاوسط ويفضلوا السعودية ويهربوا من كل العنصرية اللي بتحصل في اوروبا. فده من وجهة نظري كان الفرق ما بين السعودية وما بين الدوري الصيني والدوري الامريكي اللي كانوا بيحاولوا يعملوا مشروع زي الدوري السعودي وفشل من وجهه نظري، ودلوقتي الدوري السعودي بيحاول يعمل تاني زيهم ولكن باسماء اكبر، باسماء اشرس، باسماء فعلا سابت اوروبا وراحت الدوري السعودي علشان عارفه او شايفه ان المشروع السعودي الايام اللي جايه والسنين الجايه هيكون مشروع مهم جدا، ووارد جدا نشوف الدوري السعودي في يوم من الايام من ضمن افضل 5 دوريات في العالم. بس في الاول والاخر ده كرايي انا في الدوري السعودي ومشروع السعودي والفرق ما بينه وما بين المشروع الصيني والمشروع الامريكي. قول لي رايك انت في الكومنتس في المشروع السعودي. وسؤال الحلقه بيقول هل المشروع السعودي هيكون زي مشروع الصيني والمشروع الامريكي وسنه ولا سنتين وهيفشل، ولا فعلا المشروع السعودي هيبص لقدام وهيعمل شيء كويس جدا السنه اللي جايه؟ قول رايك في السؤال ده في الكومنتس. ولو حلقه بدات تشجع لايك لو مره شفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تيجي لك اول باول. لما شفتش حلقه الدوري الانجليزي الحلقه اللي فاتت هتلاقي ظهرت لك هنا، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.